السلام عليكم. How are you? I hope you're fine. How do you do? دعونا اليوم إذا أردت أن تنتقل من مكان إلى آخر أو بالمعنى أردت أن تذهب إلى مكان آخر، فماذا تستخدم وأي مصطلح؟ دعونا اليوم نرى ما هو مصطلح اليوم الجديد. إذا هنا لنقرأ الجملة أولا. I was out and about shopping downtown. I was out and about shopping downtown. إذا out and about. Out and about هو مصطلح اليوم. ماذا يعني out and about؟ It means going from place to place. الذهاب من مكان إلى آخر. الذهاب من مكان إلى آخر. إذا الجملة أنا كنت ذاهبا shopping للتسوق في downtown مركز المدينة أو وسط المدينة. إذا هذا هو مصطلح اليوم. هو out and about. يعني go it means going from place to place. الذهاب من مكان إلى آخر. إذا أرجو أن يكون قد أعجبكم هذا الدرس. كان معكم المدرس صالح الحاجيسة من مدينة مرسين في تركيا. ولا تنسوني من اللايك والشير والسبسكرايب على قناتي على اليوتيوب. تيتشر صالح عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.